ولادك يا بلادي بتجري في دمنا احنا اللي لما بتنادي. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تستهدف بها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً، وتأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الإنسانية والاجتماعية من خلال هذه المبادرات. قد ايه الكرتونه دي فرحت ناس كتير، كميه الكراتين اللي اتفرقت النهارده ساعدت بيوت ناس كتير قوي يا ريس. وزع علينا كراتين وساعد كتر خيرك اللي انت فاكرنا ومش ناسينا. نشكره طبعا على اهتمامه بينا ووقفته معانا، ونشكركم انتوا على اهتمامكم بينا والكراتين اللي انتوا سلمتوها لنا وبتدوها لنا دي. ويشكر من السما للارض واحنا كلنا واحد. تستهدف المبادره توزيع مساعدات عينيه على الاسر والسيدات المعيلات قاطين المناطق الاكثر احتياجا، حيث قام قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه بالتنسيق مع قطاعات الوزاره المعنيه ومديريات الامن بتوزيع هذه المساعدات بعدد من المناطق بمختلف المحافظات، وسط اشاده كبيره من المستفيدين من المبادره بدعم الوزاره المستمر لهم. تضمنت المبادرة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شملت مختلف التخصصات، قام أطباؤها بإجراء الكشف الطبي على المواطنين المترددين عليها في أماكن جهزت لهذا الغرض مع صرف الأدوية اللازمة لهم. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش أي قوة تهزني. عرفت إن في مبادرة كشف مجاني، دخلت كشفت، اللي كشفوا علينا ضباط، وكان الكشف بصراحه يعني الدنيا منظمه جدا، وبعد الكشف اخذنا العلاج مجاني برضو. عملنا كشف ببلاش وعلاج ببلاش بسعه ربنا. تؤكد مبادره كلنا واحد معك في كل مكان حرص وزاره الداخليه على دعم ومسانده المواطنين بمختلف المحافظات بخاصه الاكثر احتياجا والسيدات المعيلات لتوفير حياه كريمه لهم، فهذا دور انساني واجتماعي تحرص الوزارة على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع.